في 26 من ديسمبر 2016، روسيا في حالة حداد. تحطمت الطائرة التي تحمل فرقة من الجيش الأحمر في البحر، ولقي 64 راكباً حتفهم في هذا الحادث. كانوا يؤدون مجموعة من الأغاني الثورية. لأكثر من 80 عاماً كانت الفرقة من ضمن آخر بقايا الحرب الوطنية العظيمة، صراع الجيش الأحمر ضد ألمانيا النازية الذي حصد حياة 10 ملايين فرد من القوات السوفيتية. في 22 من يونيو 1941 تم بدء عملية بارباروسا، وهي خطة هتلر السرية لاجتياح اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية، حيث اكتسح 3.5 ملايين من جنود القوات الألمانية الاتحاد السوفيتي. كما بدا واضحا من نشرة أخبار راديو موسكو ذلك اليوم، كان الأمر مفاجئا للغاية. موسكو تتحدث، ها هي آخر الأخبار. لقد تجاوزت صناعة الأنسجة مجدداً الهدف المحدد. موسم حصاد وفير متوقع هذا العام، لكن الحصاد سيبدأ في وقت متأخر عن المعتاد. حان الوقت للقيام ببعض التمارين الرياضية. مدوا أذرعكم، انحنوا إلى الأمام، 1، 2، ومجدداً 1، 2، ومجدداً. فوجئت القيادة السوفيتية العليا على حين غرة، وبسبب ذعره لم يجرؤ المارشال تيموشينكو على إيقاظ ستالين، بل سلم المسؤولية لنائبه الجنرال زوكوف. على الطرف الآخر من الخط أجاب ستالين ببساطة: استدعوا المكتب السياسي إلى الكرملين. كان رد ستالين على حالة الطوارئ هو القمع. قام باعتقال الضباط المسؤولين الذين فشلوا في إيقاف هجوم الألمان وإعدامهم. على الجميع الوقوف باستعداد، سأعد إلى. للحفاظ على الانضباط في صفوفه، قام ستالين بتعيين مفوضين من المفوضية الشعبية للشؤون الداخلية في كل وحدة. كانت المفوضية الشعبية للشؤون الداخلية التي هي شرطة ستالين السرية تقوم بالتبليغ عن أقل الهفوات، وقامت بتطهير الجيش من كل من شكت بخيانته وانهزاميته. واجه الاتحاد السوفيتي سابقاً إجراءات استثنائية كهذه في بداياته خلال الحرب الأهلية التي اندلعت بعد الثورة البلشفية. في نوفمبر 1918 عندما بدأت الحرب الأهلية، قام لينين بتعيين ليون تروتسكي مفوض حرب. لم يكن تروتسكي يتمتع بأي خبرة عسكرية، لكنه كان منظما مبدعا. كانت مهمته تشكل تحديا كبيرا، وهي التغلب على جيوش القيصر وكذلك الائتلاف الدولي الذي قام بالاتحاد ضد الدولة الشيوعية الناشئة. كان على تروتسكي بناء جيش بأسرع وقت ممكن. كان من المفترض أن يكون الجيش الأحمر المكون من العمال والفلاحين جيشاً من المتطوعين، وهم أناس مسلحون من دون أي رتب أو تسلسل قيادي رسمي،
لقد تعين انتخاب ضباطه بشكل ديمقراطي، لكن خلال شهرين لم يقم إلا 150,000 رجل بالتقدم إلى مكاتب التجنيد. أدرك تروتسكي أن مثاليات الثورة لا يمكن أن تطبق في ظروف كهذه. تم فرض التجنيد الشامل. لم تكن لدى المجندين أي خبرة قتالية، من يمكن أن يدربهم ويقودهم؟ قرر تروتسكي تجنيد ضباط سابقين للقيصر خضعوا سابقا لتدريب قوات مكثف. قابل خصم ستالين الذي كان آنذاك مفوض الشعب. بنظر ستالين كان من الخطأ أن يعهد لأعداء الثورة بأمن النظام. تم التوصل إلى تسوية. تم توظيف مفوضين سياسيين كانوا ذات يوم ضباطا مشرفين ومدربين وممثلين عن العاملين لمراقبة ضباط القيصر. لا يمكن بناء جيش من دون أعمال انتقامية، كتب تروتسكي. لا يمكنك قيادة حشود من الناس نحو الموت إن لم تضع قيادة الجيش عقوبة الإعدام ضمن ترسانتها. على الرغم من الرقابة الصارمة، فر مئات الآلاف من الجنود المرضى وغير المهيئين. في العام 1920 بعد تشكيله بعامين، ادعى الجيش الأحمر امتلاكه 3 ملايين جندي. في الحقيقة كان العدد الحقيقي 700,000 فقط. الفظائع التي ارتكبها جنود الجيش الأحمر في الميدان ملأت قلوب السكان المحليين بالرعب، وتم اعتماد الذعر الأحمر كرد على الجيش الأبيض للقيصر. تم حرق قرى بأسرها وتدميرها وتنفيذ عمليات إعدام بإجراءات موجزة. تم جمع الشابات وإجبارهن على العمل كعبيد. تم تجهيز كتائب المصادرة لتزويد القوات بالطعام. قامت هذه الوحدات بالاستيلاء على القمح، ما أشعل ثورات الفلاحين. في أكتوبر من عام 1920، 300 كيلومتر جنوب موسكو، اندلعت انتفاضة في تامبوف. تم شنق كتائب المصادرة من قبل السكان المحليين. اتصل لينين بضابط قيصري سابق، ميخائيل توكاتشيفسكي، لقمع الانتفاضة. كان الضابط الشاب الواعد قد اكتسب شهرته عن طريق قمعه سابقا لتمرد البحارة في مدينة كرونستاد الواقعة على الميناء. لن أسمح لأحد بالتمرد، وسيكون ردي قاسياً. توكاتشيفسكي الذي حصل على السلطة المطلقة من قبل لينين قاد قمعاً دموياً في تامبوف. لم يخض الجيش الأحمر الحروب على جيوش الأعداء فحسب، بل على الشعب المحلي أيضاً. أصدر توكاتشيفسكي أوامر وحشية. البند رقم 171 أمر الجيش بإطلاق النار مباشرة ومن دون تردد على أي مواطن يرفض إعطاء اسمه. إطلاق النار مباشرة ومن دون تردد على الابن الأكبر لعائلات الناشطين. قام الضابط السوفيتي بإمطار الفلاحين بقذائف الغازات السامة. إطلاق! تم نفي العائلات التي رفضت التعاون إلى سيبيريا، أو تم إدخالها إلى معسكرات اعتقال بإدارة الجيش الأحمر. بحلول العام 1922 تم استكمال عملية إعادة السوفييت وانتهت الحرب الأهلية. بالنسبة إلى جيل من الجنود والضباط كان الأمر أشبه بالتعميد بالنار. حولت الحرب الأهلية البلد إلى مخيم عسكري. قال زوكوف لاحقاً:
وهكذا كان من الممكن استخدام الاقتصاد الوطني لأغراض عسكرية. لكن عندما قامت ألمانيا باجتياح اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية في العام 1941، كانت الأمة العسكرية مختلة وظيفياً. ومع تقدمهم على 3 جبهات، اخترق الألمان كل النقاط السوفيتية في الأيام الأولى من الاجتياح. كان الجيش الأحمر في حالة فوضى، تم قطع طرق الاتصالات ونقل المؤن، لم يتم التنبؤ بأي شيء. وجد بوريس فاسيلييف، وهو جندي متطوع يبلغ 17 من عمره، نفسه ضائعا وسط ميدان القتال. ذلك الصباح أيقظنا ضجيج يصم الأذان. كان هناك إطلاق نار من كل الجوانب. ركضنا نحو الغابة حيث يتمركز فوجنا، ولم يصل بسلام إليها سوى 4 منا. في 26 من يونيو 1941 سقطت مينسك عاصمة بيلاروسيا بيد الألمان. كانت مكاسب القوات الألمانية يومية على الأرض. في موسكو قال ستالين لمساعده مولوتوف سراً: ترك لينين لنا إرثا عظيما، ولكننا قمنا بتدميره كليا. كان ستالين يعرف أكثر من الجميع أن الجيش الأحمر لم يعد كما كان عليه، ولسبب واضح قبل بضع سنوات قلل عدد أفراد الجيش كثيرا. في العام 1936 كان ميخائيل توكاتشيفسكي الضابط السابق في جيش القيصر الذي أخضع تامبوف والملقب بنابليون الأحمر مساعداً في مفوضية الدفاع الشعبية. كان موقراً من قبل رجاله، وتمكن من تحويل الجيش الأحمر ليصبح من أقوى الجيوش في العالم. لكن بتسميته هتلر خطراً على الاتحاد السوفيتي، أفشل مخططات ستالين الذي فضل التوقيع على معاهدة سلام مع ألمانيا. قرر ستالين التخلص منه، ولفعل هذا كان عليه أيضاً التخلص من أتباع المارشال. في 11 من يونيو 1937 تم اعتقال توكاتشيفسكي إلى جانب 8 من كبار الجنرالات وحكم عليهم بالموت. تم إعدامهم جميعاً في الليلة نفسها. كانت هذه الحادثة بداية تطهير ستالين للجيش الأحمر. 4 قادة من أصل 5، 14 جنرالاً و11 مفوضاً سياسياً تبعوا توكاتشيفسكي إلى قبره. حتى فرقة الجيش الأحمر التي تشكلت في العام 1928 للاحتفال بالذكرى العاشرة للثورة قد فنيت. لاقى 75,000 من ضباط الجيش الأحمر البالغ عددهم 80,000 حتفهم في عمليات التطهير التي استمرت حتى مارس من العام 1939. لاستبدال كبار الضباط الذين تم إعدامهم في عمليات التطهير في فترة الرعب العظيم،
تم ترقية قرابة 1000 من الضباط الشبان لرتبة جنرال في العام 1940، ومن ضمنهم كان زوكوف الذي أنقذته جذوره المتواضعة، وكونييف الذي تمكن من إخفاء الأملاك العقارية لعائلته. أتى معظم كبار القادة في العام 1941 من دفعة العام 1940. عندما اجتاح جيش القوات الألمانية الاتحاد السوفيتي، كان ضباط الجيش الأحمر ما زالوا عاجزين نتيجة عمليات التطهير. كان العام 1937 لا يزال حاضراً في أذهاننا كما قال زوكوف. حافظ الأكثر خبرة على هدوئهم ورفضوا المبادرة. لم يتم إطلاع ستالين على تفاصيل الكارثة، حيث تجاهل الضباط إبلاغه بانسحابات الجيش وانهزاماته. كانوا يعرفون أنهم سيكونون في مرمى نيران البنادق إن قاموا بأي حركة خاطئة، ولم يكن عليهم خسارة أي معركة للقاء هذا المصير، بل كان يكفي أن ينسوا إرسال أحد تقاريرهم اليومية إلى ستالين. في 3 يوليو 1941، بعد أسبوعين من بدء الصراع، قام ستالين ببث مباشر على الراديو مخاطبا الأمة. كان هذا لأول مرة منذ بدء الاجتياح الألماني. أيها الرفاق، أيها المواطنون، إخوتي وأخواتي، رجال جيشنا وبحريتنا، أنا أخاطبكم أصدقائي. الحرب مع ألمانيا ليست حربا عادية، ليست مجرد حرب بين جيشين، بل هي أيضا الحرب العظيمة لكل الشعب السوفيتي ضد القوات الفاشية الألمانية. لتعويض الخسائر، فرض ستالين التجنيد العام. هرع كل من في عمر القتال من رجال ونساء معا إلى مكاتب التجنيد، ومن ضمنهم كانت إيلينا كودينا. تحدث ستالين معنا وخاطبنا بإخوتي وأخواتي، نسي الجميع ضغينتهم. تم أسر أحد أعمامنا في معسكر، لكن أمي قالت لندافع عن وطننا أولا والباقي يأتي لاحقا. في بلد أعلن المساواة بين مواطنيه، تم إرسال ما بين 500,000 إلى 1,000,000 امرأة إلى الجبهة. تم توظيفهن ممرضات، طاهيات، عاملات، تقنيات، سائقات دبابات، وفي القوات البحرية. وبانضمامهن إلى الجيش، دخلت شابات مثل ماريا موروزوفا عالما صنعه الرجال للرجال. فور رؤيتنا استشاط القائد غضبا، إنهم يثقلونني بالفتيات الآن، نحن لسنا في صف باليه، هذه حرب وليست صف رقص. شعرنا بالإهانة، كيف كان ينظر إلينا؟ أتينا لخوض الحرب. في خريف العام 1941 انسحب الجيش الأحمر على جميع الجبهات. ستالين المسؤول الأول عن هذه الخسائر العسكرية، إذ قام باستمرار بإطلاق هجمات مضادة من موقع ضعف، مسببا فشل عمل الجنرالات الذين كان يستبدلهم باستمرار مهووسا باستبعاد الخونة. كان هناك نقص في كل شيء.
كتب زوكو في مذكراته: على الرغم من أن هذا يبدو صعب التصديق، كان علينا التوسل للحصول على الذخيرة. كانت الأوامر باستهلاك عيارين ناريين كل 24 ساعة كحد أقصى حتى عند احتدام القتال. بالنسبة إلى الجنود السوفييت، كان الوضع يبدو ميؤوساً منه. استسلموا بالجملة إلى الغزاة. وبحلول أواخر سبتمبر من العام 1941، كان قد تم أسر أكثر من 2,000,000. وباعتبارهم دون البشر من قبل النازيين، احتجز جنود الجيش الأحمر في ظروف مروعة وتم تجويعهم حتى الموت. قال المجند إيغور ترابيتسين مستذكرا: شهدت أشياء مروعة في ذلك المخيم، قتالا حتى الموت لخطف كسرة خبز من فم أحدهم. أخبرنا الألمان أننا سنموت خلال 3 أشهر، لكننا بدأنا بالموت قبل ذلك. في منتصف أكتوبر من العام 1941، كان الألمان على مسافة 200 كيلومتر من موسكو. توقف المترو عن العمل، حبست المدينة أنفاسها جمعاء. كالهيئة الدبلوماسية، تم إخلاء منشآت المدينة إلى حدود كازاخستان. لتشويش طائرات العدو، تم إسدال لوحات مرسومة فوق مسرح بولشوي والكرملين لتبدو كأنها سلسلة منازل وأبنية. منح قدوم الشتاء السوفييت فترة استراحة قصيرة. قرر ستالين أن يترك انطباعا لدى شعبه. في 7 نوفمبر من العام 1941، أقام موكبا كبيرا للاحتفال بذكرى الثورة. يا رفاقي في الجيش الأحمر، ينظر العالم أجمع إليكم على أنكم القوة القادرة على تدمير جحافل الألمان الغزاة. وقعت مهمة التحرير العظيمة على عاتقكم، كونوا أهلاً لهذه المهمة. شعور منسي وهو حب الوطن منح السوفييت أملاً. قال غريغوري بوميرانز طالب الفلسفة: ابتهج قلبي، خفق وبدأ يشعر بنبض قلوب الآخرين. توقفت عن التفكير وانتصرت إرادة الجماعة. في 15 نوفمبر 1941، كان جيش القوات الألمانية على مسافة 20 كيلومترا من الكرملين. لكن الجو المتجمد شل حركة الألمان. هبطت درجات الحرارة إلى 30 درجة تحت الصفر ليلاً. فشلت المحركات في الدوران، تجمد وقود السيارات، لم تتمكن طائرة سلاح الجو الألماني من الإقلاع، وكان وضع المؤن حرجاً.
كان جيش القوات الألمانية يعاني نقصاً في الوقود والقفازات. في الأول من ديسمبر من العام 1941 اتصل زوكوف بالستالين وقال: جيش العدو منهك. بعد 3 أيام أطلق هجمة مضادة، لكن جيشه كان ضئيلاً جداً بالمقارنة مع جيش العدو، ومؤلفاً من مشاة وسلاح المدفعية وبعض العربات المسلحة. لتعويض النقص في قوته، اعتمد زوكوف على تقنيات عسكرية مبدعة، إذ كتب: قمنا باحتجاز الجيش الألماني في هجوم الكماشة حول العاصمة، سنكرر المناورة في ستالينغراد، وسيقع الألمان في فخنا مجددا. كانت استراتيجية زوكوف تهدف لدفع الألمان على الهروب. حاولت القوات الفاشية الاستيلاء على العاصمة عبثا بفضل تجاوب جنود الجيش الأحمر الشجعان. خطة هتلر لتطويق موسكو والسيطرة عليها فشلت دون تطبيق. أصبح زوكوف منقذ موسكو بطلا بين ليلة وضحاها. قاد انتصار السوفييت لتصاعد الحملة الإعلامية، إذ ساعدت الأفلام ونشرات الأخبار على توحيد السوفييت وراء جيشهم. تم الحفاظ على الرابط بين الجبهة والداخل بسبب الرسائل التي تبادلها الجنود مع عائلاتهم. 45,500 قطار محملة برسائل الجنود سافرت عبر اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية كل يوم. كان البريد قضية أساسية، وتم استخدامه لنشر الدعاية. في وحدة دانيال آلشيتس، قام الضابط السياسي الذي أطلقوا عليه لقب الأب شنيتوف بالكتابة إلى والديه. تم وصف المجندين دائما على أنهم مثاليون وأبطال في القتال. وعندما طلب الجنود تفسيرا أجاب: بالنسبة لكل أم يجب أن يكون ابنها أفضل الجنود. تمت مراقبة الرسائل التي أرسلتها عائلات الجنود من قبل المفوضية الشعبية للشؤون الداخلية، التي قامت بحذر بتغييب تفاصيل مشقة الحياة في المنزل، نقص الزاد، نوم اللاجئين على الأرض، أو موت أحد الأقارب أو الجيران. في 6 يناير 1942، بعد تحقيق معظم نصره في موسكو، أقدم ستالين على مناورة عسكرية جريئة، إذ نشر 5 ملايين جندي على الجبهة، ومن ثم أطلق 10 هجمات مضادة. انتهت جميعها بالفشل. في الوقت نفسه تدهورت الأوضاع المعيشية للجنود بشكل يومي. تم مد القوات بالخمور عوضا عن الطعام، ولتعبهم من القتال والبرد القارس وقع الجنود ضحية القمل والمرض وسوء التغذية. قام بعضهم أيضا بتناول اللحم البشري
كما يذكر دانيال ألتشيتس. في جيشنا لم يتم تقديم الطعام لنا، واضطر البعض لتناول لحوم البشر حتى في فرقتنا. في شتاء العام 1942 كانت درجة الحرارة ناقصاً 41. عثر جندي على جثة قام بجرها إلى سرداب وتناولها. تم إطلاق النار عليه أمام زملائه. عرف الجنود السوفييت أنهم إن تعرضوا للسجن سيتم اتهامهم بالخيانة، وعند إطلاق سراحهم سيتعرضون للإعدام أو الإرسال إلى المعسكر. ولهذا فضل العديد منهم ومن ضمنهم جنرالات تقديم خدماتهم للعدو والمراهنة على نصر ألمانيا. تم اعتقال الجنرال فلاسوف بطل معركة موسكو في يوليو من العام 1942. اعتبره الألمان جائزة ثمينة، وقاموا بإقناع الجنرال السوفيتي بالتعاون. تم وضعه مسؤولاً عن جيش التحرير الروسي المكون من الأسرى السوفييت. كلف رجال فلاسوف وكذلك الروس والأوكرانيون والمساعدون المتطوعون من دول البلطيق بكل الأعمال المشبوهة. كلف معظمهم بالإشراف على الأحياء الفقيرة ومعسكرات الموت، أو عينوا أعضاء في آينزاتس جروبن، وحدات القتل المتحركة. اليهود الذين تمكنوا من الهرب من الإعدامات الجماعية عززوا رتب الوحدات الحزبية التي في نهاية القوات السوفيتية قامت بمضايقة جنود القوات الألمانية. عن طريق الاختباء في غابات وأهوار أوكرانيا وبيلاروسيا قاموا بشن حرب بلا هوادة بنصب الكمائن والتخريب وغارات الكر والفر. فقد باروخ شوب عائلته بأكملها في المحرقة. قاتل مع المقاومة في حي فيلنا، ومن ثم انضم إلى جيش حزب اليهود في غابة رودنيكي. حرفنا قطارات عن مسارها، قمنا بتخريب الاتصالات الألمانية عن طريق قطع أسلاك الهاتف والتليغراف، قمنا بتفجير جسور. كنت فخورا بتقديم العون في أخذ الثأر من الفاشيين. استنزفت المقاومة معنويات الألمان، كما أعادت هيبة جيش عادي هزم على جميع الجبهات. كانت سيطرة موسكو على هذه القوات الحزبية محدودة، فقرر ستالين أن الوقت قد حان لتدريبهم والإشراف على في صيف العام 1942 كان الألمان على أبواب ستالينغراد.
المدينة التي حملت اسم القائد الأعلى كانت مركز السكك الحديدية وتقاطع النهر. السيطرة على المدينة ستمكن هتلر من قطع المؤن والوقود ومعدات الحرب عن الجيش الأحمر. دخل جيش الجنرال باولوس السادس إلى ستالينغراد. على الرغم من ضعف القوات السوفيتية، تمكن رجل واحد من إبطاء تقدم الألمان، الملازم الجنرال تشويكوف الذي تولى قيادة الجيش 62 الذي حارب في الحرب الأهلية الإسبانية. باستخدام مهاراته في حرب المدن، قام بتنظيم دفاعات ستالينغراد. أبقى تشويكوف قوته مزودة بالذخيرة دائما، وشكل وحدات القيادة التي هاجمت الألمان من الخلف عن طريق التسلل عبر الصرف الصحي. قام بتحويل مشاته إلى قناصين. في أواخر سبتمبر من العام 1942 وصل الألمان إلى طريق مسدود. لكن النصر كان لا يزال بعيدا. تذكر ستالين زوكوف الذي حصل على لقب قائد الجبهة الغربية لإصلاح الموقف. تحت إمرته هاجمت القوات السوفيتية النقطة الضعيفة في صفوف الألمان، حلفاء الرايخ الثالث الرومانيين. سميت باسم عملية أورانوس. كانت خطة زوكوف تقضي بتطويق الجيش الألماني السادس في ستالينغراد ومنعه من الحصول على المؤن. في 31 من يناير من العام 1943 استسلم الجنرال باولوس للسوفييت. على الرغم من خسائره الثقيلة، تمكن الجيش الأحمر من الفوز بالمعركة. لخص الصحفي ألكسندر ويرث الإحساس العام: شعر الجميع بحس وطني عميق. رأينا أخيرا أن كل التضحيات والمعاناة لم تكن عبثا. ومع بدء تلاشي ذكريات الحرب الأهلية، جمعت الحرب الوطنية العظمى الأمة مجددا. بعد النصر في كيرسك في 23 من أغسطس من العام 1943، واصل الجيش الأحمر التقدم متجها نحو برلين. قام بتحرير مدينة بعد الأخرى. كسب الجيش الأحمر ميزة استراتيجية، وقررت السلطات العسكرية تشكيل مفرزة قناصين مكونة من الإناث، بعضهن مثل اليوديميلا بافليتشينكو، كسبن سمعة على تصويبهن الدقيق في الميدان. كانت روزا شانينا في 17 فقط عندما التحقت إلى جانب 700 غيرها بمدرسة القنص المركزية للنساء. تم قص شعورهن ومنحهن أزياء كانت كبيرة جدا. كان التدريب شاقا، يبدأ في 6 صباحا بصفوف النظريات والمقذوفات، ثم يتدربن 6 أشهر على استخدام الأسلحة قبل إرسالهن إلى ميدان المعركة.
سرعان ما أصبحت روزا شنينة قاتلة متمرسة. خلال أسابيع وصل محصل قنصها لعشرين عملية قتل مؤكدة. كتبت في مذكراتها: منذ وصولي إلى الجبهة لم تمر علي دقيقة لم أتعطش فيها للقتال. يا للهول، لماذا أتمتع بهذه الشخصية الغريبة؟ أمنح أي شيء حتى حياتي لإرضاء الهوس الذي يعذبني ويؤرقني في الليل. جعلتها حملة الترويج السوفيتية أسطورة، كان وجهها على كل صفحات الأولى. كانت شنينة مشهورة. في خريف العام 1944 قالت الصحفية إيليا إيرنبورغ عنها: لتبتهج الأم الروسية التي أنجبت هذه الابنة العظيمة والنبيلة. كما استخدمت الدعاية فرقة الجيش الأحمر لرفع معنويات القوات. منذ بداية الصراع قامت الفرقة بتقديم العروض في جميع الجبهات. حيث تم تقديم 1500 عرض للجيش الأحمر بالمجمل مع تساقط القنابل في الخنادق وعلى المشافي العسكرية. في بولندا اكتشف السوفييت معسكر ماجدانيك في 24 من يوليو من العام 1944. كانت قوة الجيش الأحمر أول من دخل معسكر الموت، حيث قتل أكثر من 200,000 شخص. قام مصور عسكري بتصوير السجناء الأصحاء وآلة القتل النازية. في عجلتهم لم يقم الألمان بتدمير حجرات الغاز. في 27 من يناير من العام 1945 وصل السوفييت إلى أوشفيتس. كنا نعرف أنه مخيم كالذي دخلته فرقتنا في ماجدانيك، استذكر إيفان سوروكوبود الرقيب المسؤول عن المدفع الرشاش. عندما عبرنا البوابات رأينا العديد من الهياكل العظمية التي تتحرك بصعوبة بالغة وانبعثت منها رائحة كريهة. عندما عدنا إلى شاحناتنا بعد نصف ساعة لم يقوى أحد على الكلام. كل ما تمكنا من التفوه به إطلاق الشتائم للنازيين الأوغاد المتوحشين. لوصولهم متأخرين إلى المعسكر قام المصورون بتصوير إعادة تمثيل لتحرير أوشفيتس، حيث تم تصوير السكان المحليين كسجناء يرحبون بجنود الجيش الأحمر بحماسة. كان الفيلم مختلفا جدا عن حقيقة الموقف الذي لم يعرض مطلقا. في 4 فبراير من العام 1945 قابل ستالين تشرشل وروزفلت في يالطا لتقرير مصير أوروبا بعد الحرب.
اتفق القادة الثلاثة على مناطق النفوذ في أوروبا، مناطق الاحتلال في ألمانيا، وعلى تكوين الأمم المتحدة. كان ستالين مستميتاً للتفوق على حلفائه والوصول إلى برلين أولاً. دخل الجيش الأحمر ألمانيا. كان شعاره لنسحق كبرياء الشعب الألماني. في الطريق إلى برلين كان النهب أمراً اعتيادياً. قال ليونيد رابيتشيف: دخلنا وأخذنا كل ما رغبنا به، أجهزة الراديو وملابس. لم نكن نملك شيئاً في روسيا مطلقاً، وساعات ساعات، أخذنا ساعات الجميع. خلال القتال الذي أخذها إلى ألمانيا، فقدت القناصة روزا شانينا كل تعاطفها. عن موضوع قضايا الاغتصاب كتبت: وماذا لو انتقموا من النساء الألمانيات؟ أصبحت عديمة الرحمة الآن، على أي حال؟ في 28 من يناير من العام 1945 قرب كونينغسبرغ، تمزق صدر روزا شانينا بواسطة شظية قذيفة. ماتت بطلة الجيش الأحمر جراء جروحها. بعد إدراكها أن ابنتها وصلت إلى نقطة لا عودة، نقلت والدة شانينا الخبر لابنها الأصغر بقولها: ماتت روزا، وقد يكون هذا أمرا جيدا. كيف كانت ستنجو بعد الحرب؟ لقد قتلت الكثير من الناس. في 16 من أبريل من العام 1945، بعد التفوق على حلفائه البريطانيين والأمريكيين، وصل الجيش الأحمر إلى برلين. بينما قام كونييف بقطع طريق الألمان وتطويقهم جنوب برلين، شق زوكوف طريقه إلى الضواحي الشمالية في 24 من أبريل. قاتل الجيش الأحمر شارعا بعد آخر. كانت المقاومة شرسة ويائسة في آن واحد. لم يكن هناك مفر لآخر مقاتلي الرايخ الثالث. خلال أقل من أسبوع، وعلى الرغم من جهود بقايا المقاومة، حسم الأمر. في 30 من أبريل كان زوكوف وسط العاصمة الألمانية. في اليوم نفسه الذي أقدم فيه هتلر على الانتحار في مخبئه. كان بافل فينيك جندي المشاة من أوديسا ما يزال يقاتل في برلين عندما سمع إعلان انتهاء الحرب. عند الفجر خيم الصمت على المدينة. ماذا كان يجري؟ فجأة تلقينا رسالة من معقل القوات الألمانية على الراديو المحمول. قالت الرسالة: استسلمت القوات الألمانية في برلين، أمر بوقف إطلاق النار. في 2 من مايو من العام 1945 بدأنا جميعا نصرخ فرحا، نبكي ونطلق النار في الهواء. قام
قام يفغيني كالدي وهو مصور شاب مع الوكالة الرسمية تاس بالتقاط صورة تشكل رمزا لنصر الجيش الأحمر. تطوع جنديان لرفع علم الاتحاد السوفيتي فوق الرايخستاغ. قام كالدي بإرسال صورته إلى موسكو، تمت إعادتها على الفور. إذ ظهرت في الصورة ساعتان حول معصمي الجندي الذي يمسك قدم صديقه، وكانت دليلا على عملية النهب التي قام بها الجيش الأحمر. قام كالدي بنفسه بإزالة إحدى الساعتين من النسخة ونشر الصورة حول أنحاء العالم. في 24 من يونيو من العام 1945 أقيمت احتفالات النصر في الساحة الحمراء في موسكو. كان المارشال زوكوف في موقع التكريم، ها هو بين قواته يمتطي الحصان الأبيض الذي قدمه ستالين إليه. لعب زوكوف دور البطل، لكن فقط لتجميل صورة ستالين. لم يتحمل القائد الأعلى المنافسة، فقد كان بطل اليوم من دون منازع. كما في زمن القياصرة، قامت الكتائب بإلقاء لافتات الخاسرين عند أقدام القائد الأعلى. بعد كل الصعوبات والصراع الذي خلف جرحا مفتوحا في نفس الأمة لسنوات، رفع الجيش الأحمر رأسه عاليا مجددا. لكن العالم الفوضوي بعد الحرب العالمية الثانية حمل تحديات جديدة، ومن هذه لن يخرج الجيش الأحمر منتصرا. في 25 من ديسمبر 1991 وأمام كاميرات وسائل الأعلام من كل أنحاء العالم، أعلن ميخائيل غورباتشوف بصفته رئيس إمبراطورية منهارة نهاية الاتحاد السوفيتي رسميا. أشعر بالقلق الشديد وأنا أترك هذا المنصب، ومع ذلك لدي أمل وإيمان بحكمتكم. أتمنى كل التوفيق للجميع، الرفاق والأصدقاء الأعزاء. وفي غضون دقائق استبعدت صفة السوفيتي من قاموس مفرداتنا، واختفت معها مصطلحات كالكتلة الشيوعية، وهي التي أوجدت شرخا في عالم فترة ما بعد الحرب. وكذلك الجيش الأحمر، ذلك الجيش السوفيتي العظيم الذي سطر أسطورته بانتصاره على النازية. صيف العام 1945 تعبر قطارات مكتظة أراضي اتحاد الجمهورية السوفيتية الاشتراكية بعد الحرب العالمية الثانية، ويعود حوالي 9 ملايين جندي إلى ديارهم. وقد كان أناتولي غويناتولين واحدا منهم. ذهبنا إلى الحرب صبية في عمر 17 و18 قبل أن نلتقي حتى بحبنا الأول الذي قد يعيننا على اجتياز هذا الكابوس. حرمنا من سنوات مراهقتنا وشبابنا، وعدنا جميعا إلى الوطن مصابين أو مشوهين. انتصر الجيش الأحمر في الحرب الوطنية العظمى، فتوقع جنودها ترحيبا يليق بالأبطال،
لكن آمالهم تبددت على أرض هذه الدولة الشاسعة، حيث أصبح الآن 25 مليون شخص بلا مأوى. كانت المساعدة التي وعدت بها آلة الدعاية الحكومية زهيدة، وكان العمل صعب المنال. لم يكن أمام جرح الحرب خيار سوى التسول أو العبث في السوق السوداء. أما بالنسبة لأسرى الحرب العائدين الذين لم ينجو سوى نصفهم فقط من سوء معاملة النازيين وبرنامج العمل القصري وخطة التجويع، فقد اشتبه بهم أن يكونوا خونة. يستذكر إيغور ترابيتسون عودته إلى الوطن في يوليو عام 1945. كانت هناك بنادق آلية وكلاب بوليسية، تفاجأنا بعض الشيء. كما قامت وكالة سميرش التابعة للجيش الأحمر والمعنية بمكافحة التجسس باحتجازنا خلف الأسلاك الشائكة. وعلى اعتبار أنهم أشخاص خطيرون، جرى نقل أسرى الحرب من معسكرات النازيين إلى معسكرات السوفييت مباشرة. كما تم تكليف آخرين منهم بالعمل في وحدات الانضباط في الجيش الأحمر، أو جرى نقلهم إلى كتائب إعادة الإعمار المضنية بالدرجة نفسها. بالنسبة لستالين، فإن أيام مجد الجيش الأحمر انتهت. أما بنظر الدكتاتور، فقد أصبح الجيش أعظم قوة وشعبية، ولا يمكن لأحد ولا حتى لجيشه أن يفوقه تألقا. بدءا من 24 من ديسمبر 1947 فما بعد، جرى تنفيذ سلسلة من الإجراءات التي دمرت الإرث المجيد للجيش الأحمر. فلم يعد يوم 9 من مايو، وهو يوم الاحتفال بذكرى انتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية، عطلة رسمية. تم قطع المزايا التي كانت تدفع للمتميزين من المحاربين القدامى. سقط المارشال زوكوف بطل ستالينغراد من النعيم بعد الحرب العالمية الثانية، واستخدم ستالين غنائم الحرب التي جناها زوكوف وصداقته مع الخائن فلاسوف ذريعة للتخلص منه. وتمت محاكمة الجنرال فلاسوف الذي انشق لصالح ألمانيا النازية في العام 1942 بتهمة الخيانة، وتم شنقه في العام 1946. وبعد أن جرد زوكوف من منصبه من قبل المكتب السياسي، تم ترحيله إلى أوديسا ثم إلى الصين ومنها إلى تركستان النائية، ليكون بعيدا عن موسكو قدر الإمكان. وفي العام 1949 اتخذ ستالين خطوات للتخلص من الأشخاص ذوي الإعاقة من العسكريين السابقين والمتسولين من بلدات ومدن الاتحاد السوفيتي، ليدق بذلك المسمار الأخير في نعش الجيش الأحمر. فتحت الحرب الوطنية العظمى المجال لصراع جديد. في يوليو 1945 جمع مؤتمر بوتسدام كل من ستالين ورئيس الوزراء البريطاني تشيرشل ورئيس الأمريكي ترومان. كان الهدف تأسيس نظام لما بعد الحرب، إلا أن ما حصل بدلا من ذلك هو أن المؤتمر مهد الطريق لصدام حتمي بين النظامين. ها هم الشيوعيون والرأسماليون يقفون واحدا أمام الآخر وجها لوجه كأعداء في الأيديولوجية. قدم الرئيس ترومان بموجب مشروع مارشال مساعدات مالية إلى 16 دولة في الكتلة الغربية، بينما وجدت الدول التي حررها الجيش الأحمر نفسها ضمن دائرة النفوذ السوفيتي.
تم تقسيم ألمانيا إلى عدة مناطق احتلال مؤقتة تماما كعاصمتها برلين. وبعد الحصار الذي أطبقه ستالين على برلين لمدة عام كامل بهدف خنقها، أصبح تقسيم ألمانيا أمرا نهائيا كتقسيم أوروبا تماما، وكان يرمز للانقسام الحاصل بين الشرق والغرب بستارة حديد جعلت من القارة الأوروبية أوروبتين. كانت الحرب الباردة تجري على قدم وساق بكل ما تعنيه الكلمة. التاسع من مارس من العام 1953، بعد 4 أيام من وفاته، أقيمت لستالين جنازة مهيبة. خرجت حشود السوفييت الغفيرة من كافة أصقاع الإمبراطورية لتقديم التعازي وإلقاء التحية للمرة الأخيرة على الطاغية الذي حكمهم لمدة 30 عاما تقريبا. الرفاق والأصدقاء الأعزاء، يا شعوب بلادنا، كونوا على ثقة من أن الحزب الشيوعي وحكومة الاتحاد السوفيتي لن يدخروا قوتهم أو أرواحهم للحفاظ على الوحدة الصلبة للحزب والدولة. جسد لافرينتي بيريا رئيس المفوضية الشعبية للشؤون الداخلية التي كانت تمثل وكالة الشرطة السوفيتية السرية، ونيكيتا خروتشوف الذي نظم الجنازة، التوجه الجديد للاتحاد السوفيتي. كان يستعدان بالفعل لتصفية إرث ستالين. تم استدعاء المارشال زوكوف من منفاه في جبال الأورال إلى موسكو. وفي 14 من مايو 1955 وقع على حلف وارسو، وهو تحالف أنشئ لمواجهة حلف الناتو الجناح العسكري للغرب. لقد استعاد المارشال السوفيتي شعبيته. فبعد أن عينه خروتشوف وزيرا للدفاع، شرع في إعادة إحياء ذكرى الحرب الوطنية العظمى. نصب زوكوف شواهد القبور وكذلك التماثيل في ستالينغراد ولينينغراد ومينسك. يسترجع أحد سكان مينسك تلك الذكريات قائلا: منذ أن كنا في روضة الأطفال كنا نعيش نوعا من الاحتفال الدائم بالحرب. أخذتنا معلمتنا إلى النصب التذكاري لمارت كازي وقالت: انظروا يا أطفال، كان هذا البطل الشاب يبلغ من العمر 14 عاما فقط عندما فجر نفسه بقنبلة يدوية بعد أن قتل الكثير من الفاشيين. عليكم أن تكونوا مثله عندما تكبرون. ويختتم قائلا: لقد عزمت على الانضمام إلى الجيش بمجرد تخرجي في المدرسة الثانوية. بعد دعوتهم للتحدث في المدارس، ألهم المحاربون القدامى العديدين ممن التحقوا بهذه المهنة، وعادت مهنة الجيش خيارا جذابا مرة أخرى بعد السنوات المظلمة لفترة ما بعد الحرب. في 25 من فبراير من العام 1956، في المؤتمر 20 لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية، يضفي خروتشوف الذي استولى على السلطة الطابع الرسمي على حملة اجتثاث ستالينية عندما يلقي خطابه السري بشأن جرائم ستالين، كما يستنكر تقديس شخصية الدكتاتور الراحل ويعلن إطلاق سراح جميع أسرى الحرب المسجونين. استعاد 1.5 مليون من هؤلاء المحاربين القدامى مزاياهم بعد 10 سنوات من قطع ستالين لها. بعث تقرير خروتشوف بعد نشره في جميع أنحاء أوروبا الوسطى الآمال بالتحرر فيما تسمى البلدان الشقيقة.
في 28 من يوليو 1956 اندلعت الاحتجاجات في بولندا، وسرعان ما امتدت الاضطرابات إلى المجر، حيث طالب المتظاهرون بالاستقلال والديمقراطية. فأرسل خروتشوف وزوكوف الجيش الأحمر إلى هناك لقمع الانتفاضة. عندما دخلت الدبابات السوفيتية إلى بودابست في 24 من أكتوبر، تبين أن الوضع كان أكثر تفجراً من المتوقع. في ساحة الأبطال تم إسقاط تمثال ستالين. قفوا أيها المجريون، إن الوطن يناديكم، لقد حان الوقت، فإما أن نفعلها الآن أو لن نفعلها قط. هل نحن أحرار أم عبيد؟ نقسم إننا لن نكون عبيداً بعد الآن. وفي اليوم السابق أطلقت الشرطة السرية النار على الطلاب. نقسم بإلهنا ونعد بأننا لن نكون عبيدا بعد الآن. ومن أجل القتال والدفاع عن أنفسهم، خدم المتظاهرون أنفسهم بأنفسهم من خلال الاستعانة بمستودعات الأسلحة التابعة للجيش المجري. ألقيت القنابل اليدوية وزجاجات المولوتوف من فوق أسطح منازل المدينة على الدبابات السوفيتية. كان الجنود بلا حول ولا قوة. لم يعد بوسع الكرملين السيطرة على الوضع. وفي 4 نوفمبر غزت ما لا يقل عن 2500 دبابة سوفيتية مدينة بودابست. كانت أوامر زوكوف واضحة: تخلصوا من كل القمامة، انزعوا سلاح الثورة المناهضة، إذا غادرنا المجر سيشجع ذلك الإمبرياليين من أمريكيين وبريطانيين وفرنسيين، وحينما يرون ضعفا من جانبنا سيتحولون نحو الهجوم. ليس لدينا خيار آخر. وفي أواخر نوفمبر تم سحق الانتفاضة. وفقا للأرقام الرسمية، قتل 1500 من المجريين وأصيب ما يزيد عن 19,000، إضافة إلى اعتقال 10,000. واستغلت تلك الفوضى القائمة حوالي 180,000 شخص ليهربوا نحو الغرب. أثبت الجيش الأحمر جدارته في مهمته الجديدة لإنفاذ القانون، وحان الوقت لزوكوف ليجعل من جيشه جيشا احترافيا. ولم يعد يتم تكليف الجنود بالمساعدة في الأعمال الزراعية أو أي مهمة أخرى من هذا القبيل. كما خفض زوكوف في الوقت نفسه حجم الجيش بشكل كبير، فانخفض عدد الجيش الأحمر في غضون عامين من 5 ملايين إلى 3 ملايين، وجرى تحديث أسلحته ومعداته لينافس الترسانة الأمريكية. غيرت القنبلة الذرية كل شيء ضمن مجرى الحرب الباردة، ودخل العالم مرحلة ما عرف بتوازن الرعب.
فبعد أن تم تطوير القنبلة النووية في العام 1949 من قبل العلماء النازيين في مختبرات المفوضية الشعبية للشؤون الداخلية، كان يجب أن تظل تحت سيطرة الجيش، وأوكلت مهمة الإشراف على هذا القطاع المتنامي إلى زوكوف، لأنه كان على الاتحاد السوفيتي مجاراة الإمبريالية الأمريكية في خضم منافستهما، حيث كانت الولايات المتحدة قد بنت ما يفوق 3000 رأس نووي، بينما لم يمتلك الاتحاد السوفيتي منها سوى 300. في 14 من سبتمبر 1954 وأثناء عملية كرة الثلج، تم إلقاء قنبلة ذرية من مسافة 8000 متر على جنوب الأورال. وانفجرت بالقرب من 45,000 جندي و 12,000 عربة مصفحة كانت تشارك في التجربة. شاهد زوكوف التجربة النووية من على مسافة 10 كيلومترات. لقد عصفت موجة الصدمة بالجميع. أما التلوث الإشعاعي الذي لحق بالجنود وسكان المنطقة المحيطة فلا يزال موضوعا محرما الحديث عنه إلى يومنا هذا. تم تطوير هذه الأسلحة في مدن مخفية بنيت في الأربعينيات من القرن الماضي لإيواء المواطنين العاملين في قطاعات الأسلحة النووية والبيولوجية والكيماوية الشديدة الحساسية. لم تظهر هذه المدن على أي خريطة. خضع الجنود والعلماء الذين كانوا يعيشون فيها للمراقبة المستمرة من قبل وكالة الاستخبارات الروسية، الاسم الجديد للمفوضية الشعبية للشؤون الداخلية أو الشرطة السرية. يفضل أحد العلماء الذين عاشوا في إحدى هذه المدن أن يذكر المزايا التي كان يتمتع بها. كانت رواتبنا جيدة، أعلى بنسبة 20% من أي مكان آخر، وكان بإمكاننا شراء أشياء لم يكن بإمكان بقية البلاد الحصول عليها. فقد توفرت النقانق في متاجرنا، وكانت هذه سلعة نادرة في الاتحاد السوفيتي. إلى جانب سباق التسلح النووي، انخرط الأمريكيون والسوفييت في نوع جديد من المنافسة وهو غزو الفضاء. أقنع المهندس العسكري سيرجي كارولوف كبير مصممي صواريخ بعيدة المدى زوكوف بقدرتهم على اختراق طبقات الغلاف الجوي العليا وإرسال الرجال إلى الفضاء فضلا عن ذلك. تم وضع برنامج الفضاء تحت سلطة الجيش الأحمر. حقق إطلاق سبوتنيك 1 في 4 أكتوبر من العام 1957 نجاحا ضخما. وفي الشهر التالي دخل سبوتنيك في المدار. كانت لايكا على متن الطائرة، وهي كلبة ضالة عثر عليها في شوارع موسكو، وكانت أول كائن حي يسافر إلى الفضاء. ماتت الكلبة الصغيرة بعد 7 ساعات من انطلاق الرحلة، وكانت هذه فترة كافية لإثبات أنه بالإمكان تحمل انعدام الوزن. في سباق الفضاء هذا ما بين الشرق والغرب، كانت الولايات المتحدة متخلفة كثيرا عن الركب. أنشأ الأمريكيون وكالة ناسا من أجل اللحاق بالركب، واستثمروا في الرحلات الفضائية المأهولة بصورة هائلة. كما رفعت الولايات المتحدة بين عامي 1957 و1961 ميزانية وكالة الفضاء بقيمة 7 أضعاف، حتى أصبحوا قاب قوسين أو أدنى من السوفييت، إلا أن الجيش الأحمر وجه لهم ضربة قاضية مرة أخرى.
ففي 12 من أبريل من العام 1961 بث راديو موسكو تقريرا أذهل العالم. هنا موسكو، هنا موسكو، تعلن وكالة الأنباء تاس عن أول رحلة للإنسان في الفضاء. يوري جاجارين وهو جندي يبلغ من العمر 27 عاما يدور حول الأرض بسرعة 28260 كيلومترا في الساعة. أشرف المهندس كورولوف على الاستعدادات للرحلة. إلى رائد الفضاء من الأرض، هل تسمعني؟ من رائد الفضاء أسمعك. أنا أحدق في الأرض، يمكنني أن أرى طيات التضاريس والغابات والأنهار والسحب والركام، كل شيء جميل حولي، إنه جميل جدا. عاد جاجارين إلى الأرض بعد رحلة استغرقت ساعتين ليتحول إلى أسطورة بين عشية وضحاها. تتذكر مارغريتا بوغريبيتسياغا ذلك. ملأت الحشود الشوارع، كان الجميع يضحكون ويعانقون بعضهم البعض ويبكون. وتتذكر زفيتلانا أليكزييفيتش رد فعل والدها قائلة: لقد بدأ يؤمن بالشيوعية بفضل جاجارين، لقد كنا في الطليعة ولم يكن هنالك شيء مستحيل بالنسبة لنا. كان هذا نصرا لسيرغي كورولوف قبل أي أحد بصفته كبير مهندسي برنامج الفضاء، ولكن بنظر العالم كانت تلك لحظة انتصار خروتشوف. في العام 1962 وبعد عام واحد من بناء جدار برلين وانتخاب جون إف كينيدي رئيسا للولايات المتحدة، وقف العالم برمته مترقبا. مساء الخير يا إخوة المواطنين، لقد وعدت هذه الحكومة بالاستمرار بالمراقبة الوثيقة للتعزيزات العسكرية السوفيتية على جزيرة كوبا. كانت أزمة الصواريخ الكوبية على شفا إشعال فتيل حرب نووية بين القوتين العظميين. ومن أجل تهدئة الوضع سعى كينيدي وخروتشوف إلى إحداث انفراج في الموقف، وهكذا جعلت الدبلوماسية استئناف الحوار أمرا ممكنا. ولكن الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي خاضا حروبا بالوكالة ضد بعضهما البعض في فيتنام والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية. زود الجيش الأحمر ما أسمته الدعاية السوفيتية بكفاح المظلومين ببنادق كلاشينكوف وصواريخ جو أرض وطائرات مقاتلة ومدربين عسكريين. كان الشباب السوفيتي متحمسا لمفهوم الأممية، وبخاصة في كوبا وثورة كاسترو. كانت مارغريتا بوغريبيتسكايا طالبة طب في ذلك الوقت. لقد حلمنا جميعا بكوبا، كان من السهل خداعنا، لكن مع ذلك لن أنسى تلك الأوقات المثيرة أبدا. عادت لعنة أحلام الأرض بالحرية تطارد موسكو من جديد. في تشيكوسلوفاكيا
تحدى ربيع براغ على الكرملين، وعاد ألكسندر دوبيتشيك الأمين الأول للحزب الشيوعي المحلي باشتراكية ذات وجه إنساني، وشملت إصلاحاته رفع الرقابة وإدخال نظام التعددية الحزبية، حتى إنه قام باعتقال قائد الشرطة السرية. لقد أعاد التاريخ نفسه. في ليلة 20 أغسطس من العام 1968 غزا 300,000 جندي من حلف وارسو تشيكوسلوفاكيا. أرسل ليونيد بريجينيف خليفة خروتشوف الجيش الأحمر لإعادة إحلال النظام. تخيل الجندي بوريس شميلوف نفسه عائدا إلى الوطن بصورة البطل. كنا نتوقع أن نجد مجموعة مثيرة للشفقة من أعداء الثورة الذين سنتغلب عليهم بسرعة. تخيلنا الفرح والامتنان من التشيكوسلوفاكيين والزهور التي سترمى على دباباتنا كما حدث في العام 1945. لم تكن طواقم الدبابات على علم بأن التشيك كانوا يؤيدون إصلاحات دوبيتشيك بغالبية ساحقة، كانوا في حالة عدم تصديق تام. يتذكر الجندي شيميلوف: كان الناس في الشوارع غاضبين وسألونا لماذا أنتم هنا بينما كانوا يفحصون معداتنا، فنرد لإخماد الثورة المناهضة. انظروا حولكم، نحن سعداء هنا ولا توجد ثورة مضادة. تردد صدى حوار الصم هذا عند كل زاوية شارع وفي كل دبابة. كان الوضع هادئا في البداية، ثم راح يزداد توترا كل ساعة أكثر فأكثر. وتمركز المتظاهرون أمام مقر الإذاعة العامة التشيكية التي واصلت التنديد بالغزو. فتحت قوة حلف وارسو النار غير آبهة بتهدئة الأمور. فزاد هذا الاستعراض للقوة الغاشمة من تصميم سكان براغ الذين قاموا بطمس لافتات الشوارع لإرباك الغزاة. وعلق أصحاب المتاجر على نوافذهم رسائل معادية للسوفييت، كما رفضت متاجر المواد الغذائية تقديم الطعام للجنود الأجانب. كانت القيادة السوفيتية العليا واثقة من أن التشيك سيطعمونهم، ولم تكن لدى القوات أي مؤن على الإطلاق. في 22 أغسطس استسلم دوبيتشيك تحت ضغط بريجينيف، وانتهى ربيع براغ. لكن موسكو لم تكن لتسحب قوتها. كان الجيش الأحمر في حالة ارتباك، فقد كان بعض الضباط مقتنعين بأن الغرب تلاعب بالمتظاهرين،
وأن الجيش السوفيتي حال دون اندلاع حرب عالمية ثالثة، بينما اعتقد آخرون أن القمع الوحشي الذي جرى شوه سمعة الجيش الأحمر وأنه قد يقود إلى المزيد من الاضطرابات. لم يعد الجيش الأحمر خيارا جذابا. بذل الشباب السوفييت من ذوي المؤهلات العليا قصارى جهدهم لتجنب التجنيد الإجباري، وتضاعف عدد الشبان الذين يحاولون الخروج من الخدمة العسكرية بين عامي 1954 و78 بأكثر من 4 أضعاف، من 9 إلى 33%. كان أولئك الذين التحقوا بالجيش من أبناء العمال وموظفي الدوائر الحكومية. لم تهتم الغالبية بالدفاع عن الشيوعية أو القتال ضد الإمبريالية الغربية. دق الجنرال إبيتشيف رئيس القسم السياسي في الجيش الأحمر ناقوس الخطر بقوله: إن المجندين الشباب ينشرون أفكارا ساذجة سياسيا، إنهم يميلون للسلم ولا يبالون بالحرب التي يشنها أعداؤنا الطبقيون. لقد أصبحت المثل العليا للثورة البلشفية والحرب الوطنية العظمى طي النسيان. بالنسبة لهذا الجيل الجديد من الجنود، كان الجيش يعني الأمن الوظيفي مدى الحياة وبعض المزايا الاجتماعية، فقد وفرت الأجور المنتظمة والسكن الرسمي الحماية في ظل الأزمة الاقتصادية الوليدة. ولكن في نهاية السبعينيات عادت الأزمة الأفغانية الجيش الأحمر إلى المسار الصحيح من جديد. كان نور محمد تراقي الذي شغل منصب رئيس أفغانستان من العام 1978 يحظى بدعم من الاتحاد السوفيتي، وقد تم إقصاؤه في 14 من سبتمبر من العام 1979 من قبل رئيس وزرائه الذي أراد أن تنأى البلاد بنفسها عن موسكو، ما أثار تخوف الكرملين وجعله يهدد بالتدخل المسلح. لم تلقى الفكرة دعما بالإجماع. كان أندريه غروميكو وزير الخارجية أشد المناوئين للفكرة واحتج قائلا: من سنقاتل؟ إنه شأن داخلي بالنسبة لأفغانستان. حكم بريجنيف الاتحاد السوفيتي لمدة 15 عاما، ولم يكن ذلك الرجل المريض البالغ من العمر 73 عاما يستمع سوى إلى رئيس وكالة الاستخبارات الروسية يوري أندروبوف. وقد أكد أندروبوف لبريجنيف أن التدخل لن يستمر سوى بضعة أسابيع. كانت أهداف الحرب محدودة، فقد كانت الفكرة تنصيب حكومة مؤيدة للكرملين في هذا البلد المجاور. بعبارة أخرى، كانت عبارة عن عملية لإعادة إحلال النظام كما حدث في بودابست عام 56 وبراغ عام 68. في 24 من ديسمبر عام 1979 حطت أول فرقتين محمولتين جوا من قوات عملية براغ في كابول. أعدموا الرئيس الذي نصب نفسه بنفسه واستولوا على مطارات البلاد. بعد 3 أيام سيطر 20,000 رجل مسلح بأسلحة ثقيلة على كابول وبلدات ومدن أفغانية أخرى. نصب الكرملين رئيسا مواليا له وفرض مستشاريه في مناصب ضمن جميع مستويات الحكومة. في الأول من يناير من العام 1980 كان 55,000 جندي سوفيتي يعسكرون في البلاد. بعد 3 أشهر كان هناك 85,000 منهم.
ليخوض الجيش الأحمر وللمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية غمار المعركة. سار كل شيء بحسب الخطة في البداية. تعجل المارشال سوكولوف بالقول: ما الذي يمكن أن يفعله هؤلاء الفلاحون الذين يرتدون سراويل فضفاضة ضد قوة كهذه؟ لم يكن يحسب عزيمة المقاتلين الأفغان والمعنويات الهزيلة لجنود الجيش الأحمر. أثار الغزو السوفيتي موجة من الروح الوطنية والحماسة الدينية بين سكان الأفغان. كان ينظر إلى السوفييت على أنهم غزاة مشركون يحاولون فرض الكفر بالقوة على أرض مسلمة. تكاتفت مجموعات المقاتلين مع بعضها البعض للوقوف بوجههم. وعلى عكس الغزاة السوفييت، كان المجاهدون يعرفون كل طريق جبلي شديد الانحدار وكل واد عميق وقرية صغيرة في المنطقة. وبعد إمدادهم بالأسلحة الأمريكية قادوا حرب عصابات ناجحة. كانت العربات المدرعة الثقيلة السوفيتية عديمة الفائدة في حرب الكمائن والملاحقات هذه، وخسر الجيش الأحمر معركة الأرض. وقد أرعبت القوات السوفيتية عمليات التعذيب والإعدام التي تعرض لها زملاؤهم الجنود. لم يكن الجيش الأحمر ليهزم، وشاع النهب والاغتصاب، واستحالت قرى عن بكرة أبيها إلى رماد. في العام 1983 قدر أن 50% من مدارس أفغانستان و60% من مستشفياتها و70% من تعاونياتها الزراعية قد دمرت. أما عدد الضحايا المدنيين فلا يزال غير معروف حتى اليوم. دخل الشك قلوب الجنود مثل إيفيجيني كولتينكوف. قلت لمكتب التجنيد: أرسلني إلى أفغانستان. فقد تم إخبارنا في جلسات التثقيف السياسي عن براعة الجيش العسكرية وشجاعتهم. يزعجني أنه كان يتم استغفالي بهذه الطريقة. كانت الظروف المعيشية أسوأ بكثير مما كانت عليه في ثكنات الاتحاد السوفيتي. تتذكر الممرضة تاتيانا جايزينكو: كان جنودنا يموتون من أجل 3 روبلات في الشهر. كانوا يأكلون اللحم الفاسد والأسماك المتعفنة. كان الجميع مصابا بداء الإسقربوط. لقد خسرت القواطع من أسناني. تفاقمت كل إخفاقات الجيش الأحمر في أفغانستان، ومنها البلطجة والاستغلال الوحشي للمجندين الشباب من قبل الجنود ذوي الخبرة. تم تعيين غالبية المجندين في النقاط الأمامية التي كانت أشبه بجزر معزولة وسط الصحراء الصخرية. مكثوا هناك لمدة 18 شهرا من دون فعل شيء سوى انتظار هجوم المجاهدين. لم يكن لديهم سوى 10 أيام من الإجازة، والتي كانوا يمضونها في مخيمات الاستراحة التابعة للجيش، حيث لم يسمح لهم بالعودة إلى ديارهم. عندما انتهت فترة خدمتهم، أملي على المجندين مثل إيفغيني كوتلينكوف ما يجب عليهم قوله وما لا يجب قوله علنا.
لا يجوز ذكر القتلى لأننا جيش كبير وقوي. نحن لم نطلق النار أو نفجر أو نسمم أحدا. نحن جيش عظيم وقوي وسليم أخلاقيا. في الوطن كان المجتمع السوفيتي يشعر بالقلق الشديد، فقد كان لكل عائلة ابن أو أخ أو قريب في الجيش الأحمر. على الرغم من أن الأخبار كانت تحفل بانتصارات الجنود، إلا أنه كان يتم تأجيل تسريحهم من الخدمة مرارا وتكرارا، وكان طرح أبسط الأسئلة يثير انتباه وكالة الاستخبارات الروسية غالبا. تعمدت السلطات الاستمرار في التعتيم تجاه العائلات. تتذكر ممرضة الجيش تاتيانا جايسينكو قائلة: لم نتمكن حتى من كتابة الحقيقة على شهادات الوفاة. عندما تم تفجير الشبان بألغام أرضية كنا نكتب: توفي في حادث مروري أو توفي بسبب تسمم غذائي. يعبر أب عن غضبه في إحدى المقابر في ضواحي مينسك قائلا: أردت أن أكتب عبارة توفي في أفغانستان على قبر ابني، لكن السلطات لم تسمح بذلك. لقد دفعنا لحفار القبور لإضافة الحروف الأولى من عبارة جمهورية أفغانستان الديمقراطية، وبسبب هذه الأحرف الثلاث تم استدعائي بشكل متكرر لمدة عام كامل. وفي المقبرة نفسها استبدلت أم الشاهد الرسمي على قبر ابنها بكلمات: من أجل ماذا؟ طالت الحرب. وبلغ دعم الرئيس الأمريكي رونالد ريغان للمجاهدين 280 مليون دولار في العام 1984. كان اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية مفلسا عمليا يخنقه الشح الحاصل وحالة الاستياء. أدرك ميخائيل غورباتشوف الأمين العام الجديد للحزب الشيوعي السوفيتي أنه لا يمكن كسب الحرب، وسعى لإيجاد مخرج مشرف من الصراع. قبل نهاية العام 1986 ستتم إعادة 6 أفواج من أفغانستان إلى الوطن، فوج واحد مدرع وفوجين من البنادق الآلية و3 أفواج مضادة للطائرات. عندما عادت الأفواج الأولى إلى الوطن من أفغانستان وطلبت 500 عائلة من الجنود بأخبار عن أبنائهم، أثار تشكيل لجنة أمهات الجنود غضب الحكومة، فتم تخفيف الرقابة بموجب سياسة الجلاسنوست أي المصارحة التي بدأها غورباتشوف، وبدأت عملية الكشف عن الحقائق. انظروا إلى هذه الصور، لابد أن تصدمكم وتفزعكم. إنهم لا يزالون أطفالاً وهم يتركون الخدمة لينجوا بأنفسهم، وهذا ليس بأمر جديد بينما أنتم تسمونهم بالمجرمين. تم نشر أخبار الأفعال القذرة كافة التي اقترفها الجيش الأحمر على العلن، من تكتم الدولة إلى الأخطاء الاستراتيجية والإساءات العنصرية والاغتصاب. كانوا يتعرضون للاعتداء والاغتصاب ضمن أفواجهم فيهربون طلبا للمساعدة، ولكن كان يتم إلقاء القبض عليهم وإعادتهم إلى الجيش دون أن يكلف أحدهم نفسه عناء تقديم الفحص الطبي لهم. انظروا إلى هؤلاء الأوغاد، الفاشيون أسوأ من الألمان، إنهم مغرمون بالتعذيب. لا تقدم لهم أبناءكم، لن أعطيك ابني الآخر، أريده أن يعيش. وفي 15 من فبراير من العام 1989 يعلن الجيش الأحمر انسحابه. تغادر آخر الدبابات أفغانستان. استمر الصراع قرابة 10 سنوات
أي ضعف مدة الحرب الوطنية العظمى. نشعر بالحنين إلى الوطن. من ينتظر عودتك للمنزل؟ والدتي وإخوتي وأخواتي. وصديقتك؟ نعم وصديقتي. واكتسبت وتيرة التغيير زخما قويا. في 9 نوفمبر من العام 1989 مهد سقوط جدار برلين الطريق لإعادة توحيد ألمانيا. وفي 30 سبتمبر عام 1990 انسحبت جمهورية ألمانيا الديمقراطية من حلف وارسو. سيطرت أنظمة الشعوب الديمقراطية على حق تقرير مصيرها وطالبت برحيل السوفييت. وعاد أكثر من 650,000 جندي مع عائلاتهم إلى الاتحاد السوفيتي. لم تعد السطوة القارية لروسيا السوفيتية موجودة. كانت أكبر دولة في العالم على شفا الانهيار، والجيش الأحمر سيسقط معها. حاول غورباتشوف إنقاذ ما يستطيع، ولكن الأوان كان قد فات. في أغسطس من العام 1991 وبدعم من وكالة الاستخبارات الروسية، حاول ضباط الجيش الأحمر المتشددون الذين عارضوا حل الاتحاد السوفيتي إحداث انقلاب في موسكو. هذه المرة لم يهاجم الناس الدبابات السوفيتية في براغ أو بودابست، ولكن في العاصمة الروسية نفسها. حال بوريس يلتسن زعيم المعارضة ضد غورباتشوف دون حدوث الانقلاب، وأصبح أول رئيس لروسيا الجديدة. في العام 1992 تم تغيير اسم الجيش الأحمر ليصبح القوات المسلحة للاتحاد الروسي، كان بقوة 3 ملايين في ذلك الوقت. وبعد إعادة الهيكلة والتخفيض أصبح بنصف هذا التعداد بعد 20 عاما. وصل فلاديمير بوتين الذي وصل إلى السلطة في 26 من شهر مارس من العام 2000 سياسة التحول التي اتبعها سلفه. أقسم بالله العظيم أن أحفظ روسيا من كل شر. انتهز الفرصة لكتابة رواية وطنية شاملة أعادت إحياء إرث الجيش الأحمر والجيوش القيصرية، ما أدى إلى إحياء الروح الوطنية الروسية. اختفى الجيش الأحمر في حقبة ما بعد الاتحاد السوفيتي، لكنه ارتقى إلى مرتبة أسطورة البدء من قبل هؤلاء الذين يتحدثون عن بطولة شعب ومصير أمة. هذه هي روسيا التي نجت من مآسي التاريخ.